تذكرت كلمة من كلمات شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري يحفظه الله ويمتع به، ذكر طبعا بالوصف الشيخ ما راح دائما يسألني عن هذه برمنغهام، فأعطيته وصفا دقيقا فقرر بعدها وصار يفتي للإخوان أنه يا أهل أوروبا من أراد منكم الهجرة فليهاجر إلى برمنغهام فإنها والله دار هجرة، إنها دار هجرة. ليه؟ الحمد لله المساجد كثيرة والمركز السلفي ولله الحمد يعني على قوته، وعندهم مدارس وعندهم تحفيظ للقرآن وعندهم وعندهم وعندهم. الأصل في الهجرة يا إخوان إظهار شعائر الدين ولا شك، لا تتعلقوا بهذا الكلام اللي يقوله الناس كثير.